مرحبا بكم، أنا سامح عبدو وهذا بودكاست لحظة لطيفة. بودكاست تم إنشاؤه بواسطة المنتج التنفيذي بروسوين ماكلين، حيث نشارك معكم 60 ثانية من الإلهام لمساعدتكم في إنشاء عالم أطيب وألطف أسرع من سرعة حسرة القلب. نؤمن أن اللطف يحتاج إلى أن يكون الفكرة العزيزة الأولى في عالم اليوم، لذلك أنشأنا عرضا يضيف قطرة حلوة من الخير إلى محيط حياتك كل يوم. استمتعوا بلحظاتكم. التعاطف هو مضاد السم للروح، حيث يوجد التعاطف حتى لدى أكثر النبضات السامة، تبقى غير ضارة نسبيا. إريك هوفر. عالم اليوم مليء بالعواطف السامة والتشدق السام واللغة السامة. يستهلك الأشخاص الجميلين نظاما غذائيا ثابتا من هذه الضوضاء الملوثة، وهي ساذجة لتأثيرها على المدى الطويل. تروي البراءة قصة أن المقيمين الجيدين في مجتمع عصر المعلومات يشربون إلى ما لا نهاية من خرطوم الإطفاء من البيانات غير المحدودة التي تصور المناظر الطبيعية البائسة لهيرونيموس بوش. تخبرنا الحكمة أنها نوعية المعلومات وليست الكمية. كلمة طيبة تشفي روح مجتمعنا الحبيب. شكرا لانضمامكم لنا، نراكم في المرة القادمة. لتحصلوا على القليل من الاتصال، ابتسامة داخلية صغيرة ووجبة مليئة بالأمل. أراكم لاحقاً.